بداية جوا الكرتونة تاعته موجود البوكس تاع المايك نفسه والمرسل والمستقبل إلى آخره، ونفسه هذا يعتبر باور بانك إلهم. وكمان كرتونة ثانية فيها بيجي الأسلاك بدك توصله على الكاميرا على التليفون على الآيفون على السامسونج، وغير هيك وصلة الشاحن إذا بدك أنت تشحنه بيشحن من USB لتايب سي، حبيت أنا المدخل تاعه تايب سي فشواحنك بتزبط عليه. وبيجي معاه كمان الويند سكرين، إذا أنت عم بتصور بمكان فيه هواء تقدر تركب الويند سكرين على المايك مشان يخفف من صوت الهواء اللي عم بضرب فيه. أنا هلأ داخل الاستوديو فما راح أحتاجهم، لكل جهاز مرسل في ويند سكرين أو ديد كات بسموها. وعدا عن هيك في كمان قطع بلاستيك موجودة A B و C، الفكرة منهم إنه هذا المايك المدخل تاعه كول شو، فإذا بدك تركبه على الكاميرا وكان شوي مرخي بتقدر تضيف هاي اللزقة الصغيرة مشان يثبت أكثر ويسكر عليه الكولد شو. وآخر شيء موجود كيس أو باك بتحط فيها نفس البوكس تاع المايكات، وبتحط فيه جوات والأسلاك والإكسسوارات كلها وبتسكر، وهيك أنت جاهز للاستخدام أو التنقل. صراحة ما راح أحتاج الكيس، يعني ما أتوقع أنزل تصوير وأحتاج هاي الأشياء كلها. أنا عارف راح يكون عندي تصوير على الكاميرا فراح أجيب معاي بس الكابل من الريسيفر للكاميرا بس، يعني ما راح أحتاج أكثر من هيك. وإذا بدي أستخدمه على التليفون ما أتوقع إني أنقل هاي الشنطة كلها، بس ممكن تستخدمها كمكان للتخزين، يعني بدل ما يكونوا ضايعين ممكن أنت تحطهم في هاي الباك كيس وخلص، ما راح تحتاج تدور عليهم اذا ضاعوا كلهم موجودين بنفس المكان. خلينا نحكي عن هذا التحفه، هذا الاشي الرهيب، لانه اللي بيستخدم المايكات الوايرلس تعبوا، وانا منهم، انا بستخدم مايك وايرلس كمان، انه انا حاط المايكات في كيس، هذا اولا مش في غرفه حاميه او بوكس حامي لهم. ثانيا اذا بدي اشحنهم بدي اشحن كل قطعه لحال، بدي اشحن جهاز المرسل لحاله، بدي اشحن جهاز المستقبل لحاله، لكن هون انت بتقدر كلهم تخليهم جوا البوكس وتركب عليهم الشاحن وينشحنوا كلهم بنفس الوقت. عدا عن هيك بالنسبه لوقت التسجيل، الجهاز الارسال الاول والثاني كل واحد بيسجل لحد 6 ساعات بعديها بفصل، والبطاريه على جهاز الاستقبال بتوصل لحد 14 ساعه. فمثلا اذا انت عم بتصور بتستخدم مايك واحد عادي يفصل وتركب الثاني، ما في مشكلة. عدا عن البوكس أو الباور بانك اللي بيجي فيه بشحنهم كمان مرة فل، يعني هذا الباور بانك بزودهم بشحنة واحدة فل عليهم الثلاثة، برجع بشحنهم من الصفر لمية بالمية. هلأ في إشي ثاني بس كمان جوا البوكس، إنه أول ما تفتحوا لحالهم بيشتغلوا، ببلش يضوي وبيشتغل الريسيفر، وغير هيك مغناطيسي، يعني أنت بتقدر تسحبهم والبنز اللي موجودة للشحن وكل شيء بس تتركه بشكل مغناطيسي خلاص بيدخل وبيحفظ محله وبسكر عليه، ما بتقدر تحط أي شيء ثاني جوا البوكس للويند سكرين ولا الوصلات. فهاي أتوقع بالمستقبل راح يعملوها إنه يخلوا مكان للسلك، بس عدا عن هيك ممتاز كبداية، يعني كل شيء موجود جوا بوكس واحد وباور بانك منه فيه، وجهازين إرسال وجهاز استقبال واحد. هلا نحكي عن الفيتشرز اللي موجودة جوا الأجهزة نفسها. أول واحدة يمكن انتبهتوا لها إنه يليه إذا جهاز الاستقبال اللي بأخذ الصوت بوديه للكاميرا أنت ماسكه بإيدك، كيف عم بتسجل صوت هذا الفيديو؟ كل بساطة حبيبي أول فيتشر موجود بهاي المايكات إنه منها وفيها بتقدر تسجل عليها لحالها. فأنا هلا هيو عم بضوي أحمر المايك إنه هو عم بيسجل على الميموري الداخلية تاعته اللي بتوصل لحد 8 جيجا، ففي 8 جيجا هون و8 جيجا هون، بتوصلهم عن طريق كابل USB على اللابتوب وبتأخذ ملفات الصوت منه. فمشان هيك انا قادر اسجل براحتي. هاي اول نقطه. ثاني نقطه بالنسبه لاجهزه الارسال، في منها عليها زائد وناقص تقدر تعلي الصوت وتوطيه، كبسه الباور اذا بدك تفصله، وفي كبسه الميوت والريكورد. ما في اي شيء ثاني موجود عليه غير انه هذا الملقط نفسه، هذا كول تشو ماونت، يعني انت بتقدر تحطه على الكاميرا من فوق او نفسه على القميص زي هيك. وبالنسبه لجهاز الارسال الثاني او بالانجليزي بنسميه ترانزميتر، يعني ببث اشاره. ليش انت ممكن تستخدمه؟ اذا انت عم تعمل مقابله بين شخصين قدام الكاميرا فبتقدر تلبس مايك لكل واحد فيهم يحكي براحته، او ممكن تخليه باك اب انه يسجل بس يكون باك اب اذا خرب او فصل الصوت من المايك الاول. والحاله الثالثه اذا انت بدك تساوي فيديوهات ل3D ممكن تحط المايك تقريبا هاي الجهه اللي هو المسافه بين الاذان الثنتين، بتخليهم هيك وبتبلش تسجل الصوت 3D، فبتقرب اشياء من هون وتسويها من هون. هاي بتبين للمستمعين بس اذا استخدموا سماعات، ببين الصوت في فرق، يعني في تشانلز. للي بفهموا بالمونتاج والاوديو تقدر تفصل التشانلز، انه هذا تخليه الرايت شانل وهذا الليفت شانل، تقدر تفصل بينهم عادي جدا ومن جهاز الاستقبال نفسه. نروح بالنسبه لجهاز الارسال، فيش عليه غير كبسه قفل. طب ليش كبسة القفل يليه؟ لأنه الشاشة تاتش، تقدر أنت تسحب من فوق لتحت وينها؟ أيوة، ويبين معاك المودز والسيتينجز. فخلينا نحكي بس عن اللانجوج، أتوقع أنت لأنه شركة يولانزي صيني فأنت بدك تروح على السيتينجز وتروح على ثاني خيار اللي هو إشارة الكوكب، تكبس عليها، في عندك الإنجليزي وفي عندك أظن الماندرين الصيني، فأنت إذا وصلك مش بالإنجليزي بتحولها من هون. عاد عن هيك إذا بدي أرجع بدك تسحب الشاشة من تحت لفوق، هيك بعمل باك وبتسحب لليمين، في البرايتنس تاع الشاشة بتقدر انت تزيده تعليه او تقلله حسب شو بدك،
فأنا بدي أزيده بس مشان يكون الفيديو واضح. بعدين في عنا التاريخ والريسيت والإنفورميشن، وفي عندك خيار الجين، الخيار الثالث اللي هو أنت بتقدر تتحكم بكل مايك قديه قوته تكون، إنه بدك إياه يزيد ولا بالناقص، لأنه على المايك نفسه ما في مؤشر تعرف قديه درجته. فأنا هون بقدر أزيد وأنقص بس ما بعرف قديه وصل، لكن هون من الشاشة مبين معاي ما عندك من بلس 10 دي بي لحد ماينس 10 دي بي. نرجع بنعمل باك ونروح لخيار الفوليوم، وهذا خيار الفوليوم مهم جدا لأنه نفس الريسيفر فيه هيدسيت جاك، يعني بتقدر تشبك عليه سماعات. أنا عندي هلا بس على المكتب سماعات السلك بسمعها، وبقدر أزيد الصوت وأنقصه، هي بقدر أقلله أو أرفع. نروح للخيار الأول، أنا خليته آخر إشي ليش؟ لأنه الخيار الأول في وضعية الستيريو والمونو، كل اللي بيمنتج بيعرفوها، بس في وضعية ثالثة اللي هي السيفتي. إيش يعني سيفتي؟ هذا المايك حبيبي بيعطيك خيار السيفتي، شو يعني وضعية الأمان؟ إنه هو بيعدل الصوت إذا كان جدا عالي، يعني إذا أنا بلشت أعلي صوتي فالمفروض خيار السيفتي لحاله يعدل المايك ويقلل من الدي بي لحاله أوتوماتيك، مشان ما أواجه مشكلة بالمونتاج إنه صوتي صار كثير عالي وصار يعمل له كليبينج. أنا صراحة ما بعرف إذا في مايك ثاني فيه هذا الخيار. خليني أرجع صوتي طبيعي أشوف هل تغير. فهيك صح، أنا مش شابك المايك على الريسيفر، أنا شابكه لحاله، بس أتوقع مفعل عليه خيار السيفتي لأنه عندي على الشاشة مبين إنه عم بسجل صوت. عم بسجل صوت من المايكين. خليني أفصل الثاني، وهذا لساته عم بعمل ريكورد على حاله. هيك تمام، وهي واضح عندي انه عامل سيفتي على المايك اللي هون. موضح الاشاره، بعرفش اذا فرق عندكم على المونتاج او لا، بس مبين بالليفلز او بالصوت انه انا مش مضطر اعمل له مونتاج. واخر اشي بالنسبه للمايك، انه انت في عندك كبستين يمين وشمال، هذول كبسات الميوت، اذا بتكبسهم بيعمل ميوت للمايك. فانت اذا بمقابله مثلا وفي شخص عم بيحكي وبدك تفصل المايك الموجود على الشخص الثاني بغض النظر عن الاسباب، تكبس كبسه الميوت وبتبلش تحول بينهم، بدل ما تغلب حالك بالمونتاج تفصل بين الصوتين اذا كانوا قراب من بعض خصوصا. وهيك احنا بنكون خلصنا الريفيو، برجعه لحاله بفصل، بحول على وضعيه الشحن، بسكر الشنطه وخلصنا. صراحه رهيب جدا، اتوقع كل اللي عم بيستخدموا مايكات الوايرلس بالنسبه لحجمه فكره انه في شنطه بتقدر تشحنها، هاي جديده بلشت تطلع على كل مايكات الوايرلس انه في شنطه جاهزه انه انت بتقدر تستخدمها لتشحنهم. بس فكره السيفتي هاي خرافيه جدا. اظن لسه مفعله، بديش اعلي صوتي كثير. فكره السيفتي، فكره كبسات الميوت اللي موجوده على الريسيفر نفسه، الاسلاك انت بتقدر هذا تستخدمه مع جهاز التليفون وبتقدر تستخدمه مع جهاز الكمبيوتر كمان توصله. وفكره الاون بورد ريكوردينج، انه على نفس المايك في ذاكره داخليه بتقدر تسجل عليها لحالها، زي هسه انا وضعيتي دعم الريفيو عن المايك بس بقدرش احط الريسيفر على الكاميرا، خلص بدي اسجل على المايك لحاله. اتمنى اكون افدتكم بهذا الفيديو. المايك خرافي جدا، حتى سعره تقريبا نص سعر المايكات اللي موجوده بالسوق من شركات عالميه، والنتيجه هيها قدامكم. مش راح اعمل مونتاج للصوت نهائي، انا بس فتحت على المايك وقدرت اشوف انه درجه صوتي لوين واصله ورفعتها من نفس المايك، بس ما منتجته، مش راح منتج عليه اشي نهائي، مشان تقدروا تميزوا الفرق وهل هو بيستاهل هاي الكواليتي او لا. اذا عندكم اي استفسارات او اسئلة او معدات بتحبوا نشرح عنها بالفيديوهات الجاي، ولسه في قادم كمان من شركة يولنزي، تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك او الانستغرام @leo.hamati، او بتبعثوا لنفس شركة يوكام على صفحتهم على الانستغرام او الفيسبوك @yukamjo. تذكروا دائما يا حبايبي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة، وتذكروا اهلنا بغزة وما تنسوهم من الدعاء، لانه لسه الابادة مستمرة بكل وحشية عليهم حتى بعد ما مر 6 اشهر.